مرحبا بكم في قناة جاردينيا الزراعية. لمزيد من الفيديوهات وليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس. مشاكل نبتة العنكبوت. لماذا تتحول أوراق نبتة العنكبوت إلى اللون الأسود أو البني؟ نباتات العنكبوت هي نباتات داخلية شائعة يمكنها أن تدوم لأجيال. يقتنيها الكثير داخل المنزل بسبب سهولة الاعتناء بها وبسبب شكلها الجذاب. تعد مشاكل نبات العنكبوت نادرة، ولكنها عادة ما تعزى إلى الرطوبة الزائدة أو القليلة جدا والأسمدة الزائدة وأحيانا الآفات الحشرية. علاج نباتات العنكبوت ذات الأوراق المصابة رؤوسها باللون الأسود أو اللون البني يبدأ بتحديد سبب تلك الإصابة، وبعد ذلك تصحيح أي خطأ قمنا به أثناء زراعتها ورعايتها. نباتات العنكبوت نباتات رقيقة من المناطق الاستوائية وجنوب إفريقيا، لا يمكنها تحمل درجات الحرارة المنخفضة. في المناخات الدافئة تزرع لبعض الأحيان في الهواء الطلق، ولكن في معظم المناطق تزرع كنباتات منزلية. تزدهر نبتة العنكبوت تقريبا في أي ظروف إضاءة وفي أي نوع تربة ودرجة حرارة، بشرط عدم تعرضها لدرجات حرارة متجمدة. لذلك عندما يكون لنبات العنكبوت أطراف سوداء، فقد يكون الماء هو العامل الأكثر تسببا بذلك، ويتضمن ذلك المبالغة في ري النبات أو الإهمال في الري. لا ينبغي إبقاء الماء في طبق الأصيص لفترة طويلة، وتحتاج إلى رطوبة عالية في الجو لتجنب إصابة الأوراق بالحرق. الإفراط في الري هو سبب تحول أوراق نبات العنكبوت إلى اللون الأسود أو إلى اللون البني الداكن. يجب أن تجف التربة بين الريات بحيث لا نترك التربة تجف تماما فقط من السطح، لأن انعدام الرطوبة في التربة لفترة طويلة سيجعل الأوراق تبدأ بتغيير لونها بداية من الأطراف. وضع النبتة قريبة جدا من مصادر التدفئة سيؤدي إلى تغير لون الأوراق، وكذلك التشابك الشديد في الجذور، حيث أن تشابك الجذور سيؤدي إلى عدم قدرة النبتة على امتصاص الرطوبة من التربة بشكل فعال. في هذه الحالة يجب تغيير أصيص النبتة بأصيص أكبر لزيادة فاعلية امتصاصها للرطوبة. يمكن أن تشير الأطراف ذات اللون البني المحمر إلى الفلورايد الزائد في الماء، بينما تشير الأطراف ذات اللون البني المائل إلى الرمادي إلى وجود البورون. لحل هذه المشكلة يمكن سقاية النبتة بماء المطر أو الماء النقي. إصابة نبتة العنكبوت بالبكتيريا تسبب تحول أوراق النبتة إلى اللون الأسود، حيث تبدأ الإصابة على رؤوس الأوراق التي ستصبح ذات لون باهت، ثم يتحول إلى اللون البني ثم الأسود بشكل تدريجي. تبقع الأوراق وحرق رؤوسها يحدث عادة في الأجواء الحارة الرطبة، وعلامة هذه الإصابة هي اصفرار حواف الأوراق وفي نفس الوقت تحول أطرافها إلى اللون البني. وضع النبتة في مكان جيد، التهوية وتجنب ريها من الأعلى وإزالة الأوراق التالفة عوامل تساعد في منع انتشار تلك الإصابات. إذا تطورت الإصابة إلى السيقان فإن ذلك مؤشرا على أن النبات سيموت، عندها يفضل التخلص منه.